واحنا فرحانين بهذه الذكرى العزيزه علينا، وجمعنا الوليدات في التتويج وخدوا الميداليات ديالهم، وحنا فرحانين وكنتعاونوا مع الاباء والامهات، وكنتعاملوا حتى الدراري اللي ما عندوش وداك الشيء راه ما كيخلصش، وكنتعاونوا مع الجميع وهذا الشيء اللي كاين. وحنا فرحانين بهذه الذكرى العزيزه على قلوبنا، هي ما بين 6 سنوات، ما بين 5 سنوات 6 سنوات الى 14 عام باش يدير كل كونتاكت والكاراتي. اليوم كان التتويج ديالهم، خذوا الميداليات من طرف الاساتذه ومن طرف المشرفين على التنسيق وهادشي اللي كاين. سلام، اسميتي خديجه بسيط، من رؤساء جمعيه الشباب الرياضيه بسيط محمديه. هاد النهار كيصادف عيد الاستقلال، وبهذه المناسبه فكرنا ان ننظموا احتفال ديال الاحزمه الرياضيه رياضه الكاراتيه لوليدات صغار، الناس اللي استاجوا الامتحان انهم يفاسيو من الوان الاحزمه الالوان اللي من موراها. هاد النهار صادفونا فيه اولياء الامور ديال الوليدات اللي جاو عندنا، فهذا شرف لينا وشرف كبير بزاف. انا كنشوف الوليدات اللي داكشي اللي وصلوا ليه في الرياضه ديالهم، وحنا كنوفروا لهم واحد الفضاء فين يبدلوا لا روتين ديالهم، لا روتين ديال الدراسه، لا روتين ديال القرايه، بين واحد الفضاء اللي كيكون فيهم الانرجي ديالهم. فالاولياء الامور تما فرحانين بهادشي اللي وصلوا لهم الوليدات ديالهم، وهادشي كيشرفنا بطبيعه الحال. اولا قبل كل شيء مرحبا بقناه شفتي معنا في جمعيه التنشيط الرياضي، معكم مدرب لرياضه الكاراتي ورياضه اللياقه البدنيه الاستاذ امين بدا. بهذه المناسبه الكريمه لعيد الاستقلال قمنا بصفحه رياضيه في رياضه الكاراتي ورياضه الكيكبوكسين، تعريفا بهذه الرياضه في المدينه واحتفالا بهذه الذكرى العظيمه. مرحبا بالناس اللي حضروا معنا، مرحبا بقناه شوف تي في معنا اليوم اللي شرفتنا بالحضور، دائما موجوده معنا، شكرا لكم بزاف. والهدف من هذا النشاط هذا هو تعريف رياضه الكاراتي في مدينه محمديه، وخاصه رياض السلام، حي رياض السلام التي يقوم فيها يعني نادي الرياضي. كنرحب بالناس اللي بغاو يمارسوا رياضه الكاراتي في جمعيه تنشيط بسيط القاطنه برياض السلام كوتي ديال بيم جديده. مرحبا بكم، معكم كوتش امين، ومره اخرى مرحبا بكم معنا. معكم جميله بكار، مسؤوله جمعيه الرياضيه بسيط. بمناسبه هذا اليوم الغالي هنا، يعني قمنا بتتويج الاطفال الصغار. بمناسبه هذا اليوم سعيد، قمنا بتتويج اطفال صغار رياضة الكيكبوكسين وكاراتي. شفتوا كان يوم اطفال وكانوا كاع جميع الناس فرحانين بهذا اليوم السعيد، كما انه كان بتتويج ابطال الكيكبوكسين والكاراتي يعني من الاعمار من 4 سنوات الى الفوق. السلام عليكم، معكم خديجه محاسي، ومتكلفه مع بسيط بوشعيب في الاداره ديالو. نشكر جمعيه بسيط والتنشيط الرياضي على المساهمه اللي كتساهم بمناسبه عيد الاستقلال. كل
كل عام كيحتفل الوليدات الصغار بالنسبه للبلاد رياضه الكاراتيه والكيك بوكسين. وكنشكر بزاف بشعيب بسيط كيسهر على هذا النشاط الرياضي. واليوم كما شفتوا معنا كاين التتويج ديال المناسبة الغالية ديال عيد الاستقلال، التتويج للوليدات اللي رياضتي الكاراتيه والكيك بوكسين